لم يكن ارتداء هذه العباءات سوى حلم يلازم هؤلاء الطلاب في كل لحظة قبل أن يصبح اليوم واقعا بفعل إرادتهم الصلبة التي كانت أقوى من الصعوبات المرافقة لتعليمهم الجامعي في كلية التربية بمحافظة المهرة. اليوم تشهد محافظتنا تخرج دفعة من الخريجين ماجستير وبكالوريوس، لله الحمد تشهد المحافظة ولله الحمد الكثير من التطور في التعليم سواء كان في البكالوريوس أو الماجستير. نحن دفعة وهج التألق من تخصص رياضيات، الحمد لله تممنا 4 سنوات حلوها ومرها، بس إن شاء الله نتمنى أن الحكومة تهتم بواقع المعلم. لين متى كذا واقع المعلم يعني صار مستهين فيه؟ 64 طالبا وطالبة هم مجمل الدفعة التي أطلق عليها وهج التألق يحتفون هنا بمدينة الغيضة بتخرجهم من مختلف أقسام كلية التربية بحضور قيادات من السلطة المحلية وجمع غفير من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم هذه الفرحة الكبيرة. نحن في هذه الليلة البهيجة نحتفل بتخرج عدد 58 طالبا وطالبة في برنامج البكالوريوس وعدد 6 طلاب في برنامج الماجستير، وكذلك أيضا سنكرم في هذا الحفل طلاب من خريجي برنامج الكفاءة في اللغة الإنجليزية لعدد 37 طالبا. الملاحظ أن المرأة المهرية هي الأكثر إقبالا على التعليم، في بعض المستويات أجد 20 طالبة مهرية و3 طلاب فقط. ربما عزوف الذكور عن التعليم له عوامل اقتصادية وعلاقة بالغربة بالعسكرة بالوضع العام، لكن المرأة صراحة أثبتت أنها حجر التنمية في هذه المحافظة. الطلاب بعد الدراسة بعد أن يخلص دراسته لا يجد المأوى للجهود التي بذلها في سنينه في سنين الدراسة، لا يجد وظيفة ولا يجد عمل ولا يجد كذلك حتى عمل تعاقدي. فلهذا نرجو من السلطة وكذلك من السلطة المحلية في محافظة المهرة الاهتمام بخريجين وإيجاد فرص العمل لهم، كون المدارس والمحافظة بحاجة إلى مثل هؤلاء الكوادر. ورغم السعادة التي تبدو على هؤلاء الخريجين بما أنجزوه إلا أنهم متخوفون من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم، وهم يرون الآلاف من خريجي الجامعات يقفون على أرصفة البطالة مطالبين الحكومة والسلطة المحلية باستيعابهم والاستفادة من خبراتهم. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.